السلام عليكم الخوت. اي يا سيدي، اي يا لاله، اليوم ما غنشرحو كيفاش تقدر تقاد التصاور ديالك بواحد الطريقه اللي هي احترافيه، وتردم على شكل رسم، تردم على شكل رسوم، تردو على اي شكل بغيتي، وفيه بزاف ديال الافكت وبطريقه اللي هي سهله. واحسن حاجه في هذا الشيء هو تقدر تخدمو من التليفون ديالك. اي يا سيدي، اي يا لاله، اليوم ما غنحتاجوش البيسي، اليوم غنخدمو غير التليفون بواحد الطريقه اللي هي زوينه بزاف، وواحد لابليكاسيون اللي هي الصراحه كتعاون بزاف بزاف بزاف، وكتحيد عليك بزاف ديال الخدمه. ماشي بزاف، مي كتحيد عليك 99 ديال الخدمه. اي يا سيدي، اي لاله، اليوم كتحيد عليك 99 ديال الخدمه باش تقدر نتايا تقاد واحد التصويره ديالك وتحطها في البروفيل ديالك، اما في لاشين اليوتيوب، اما في الفيسبوك، اما في الانستغرام، اما فين ما عجبك تقدر تحطها، وبطريقه اللي هي زوينه بزاف. ندوزو لشرح الفيديو، وما تنساش الا عجبك الفيديو دير ديك جيم. We'll be right back.
لهنا وصلنا لحق هذا الفيديو. إذا عجبك الفيديو كما قلت لك دعمنا بديك جيم وخلينا شي كومنتير يكون زوين، وما تنساش إذا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناة اشترك معنا في القناة. هذا ماشي أمر ولا شي حاجة، هذا هي باش كدعمونا حنايا باش نزيدو القدام ونجيبو لكم مجاهدين. شوف أخويا شوف أختي، حنا كنخدمو باش نتوما تستافدو، أيا تا حنا كنستافدو ولكن تا نتوما كتستافدو معانا، يعني ما فيها حتى شي حاجة عيب باش تأبونا عندنا في القناة وتخلينا ديك جيم غير باش نزيدو نتموتيفاو معاكم. والله ايوا شي داك جيم اللي كدير لنا ولا اللي كديري انت، والله الا كانت موتيفو معاكم حق الله، يعني راه ماشي تقول بان راه حنا كنربحو شي فلوس صحيحه. ودخلوا شوف اي يوتيوبر يلاه بادي راه ما كيربح حتى شي حاجه في الاول، يعني باش تربحها خصك تخدم، وحنا كنخدمو باش نجيبو ليكم. وشكرا بزاف على المشاهده، يلا الله يعاونكم. ارا بالراحه.